السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده ان شاء الله هقول لكم اللي هو عايز مراتب صوت مراتب 120. لو انت عايز تختار مراتب 120 من انجلندر تاخد ايه؟ تمام، في حاجات طبعا بتبقى سعرها عالي بس مريحة في النوم وكويسة زي السوست المنفصل. تمام، ده لو حضرتك حابب تاخد حاجة كويسة والسعر او اللي هو التكلفة بتاعتها بالنسبة لك مش فارقة قوي، اهم حاجة انك تاخد حاجة كويسة ومريحة في النوم. وفي حد تاني بيبقى عايز يشتري مراتب 120 مثلا بس حاطط باكج معين للسعر، سي مثلا 2500 للمرتبة، 3000. تمام، فهوريكم دلوقتي الموديلات اللي انت ممكن تاخدها في 120. تمام، من اعلى موديل لحد برضو الموديلات اللي هي اقل في السعر. تمام، في ناس كتير دلوقتي بقت تطلب الموديل اللي هو الفيسكو بيدك اللي هو في انجلندر اللي هو فيه ميموري فوم في 120. ليه بقى؟ عشان خاطر الموديل ده كويس جدا ومريح، صوت منفصله و يعني طبقه الميموري فوم. طبعا الميموري فوم طبعا انتوا عارفين بيبقى طبي وصحي وكويس جدا، فبيبقى مريح في النوم. فطبعا في ناس بتحب يعني تروق على الطفل اللي هينام عليه فبياخد له اللي هو الميموري فوم ده. تمام، ده طبعا شكل الموديل فيسكو بيدك زي ما كلكم عارفين. ده طبعا شكل التيكت بتاع المكتبه، وده شكل المكتبه، وده اللي هو شهاده الضمان يا جماعه اللي بتبقى جوه المكتبه. موديل فيسكو بيدك طبعا موديل ميموري فوم. تمام، طبعا زي ما احنا عارفين الصوت منفصله فما تقعد عليه بيبقى طري كده جدا وبياخد شكل الجسم ومريح جدا برضه في النوم. ففي ناس كتير بقت تاخده في الاطفال، بس ده سعرها في الاطفال 120 عامله 5800. تمام، لو السعر مناسب لحضرتك يبقى تاخد فيسكو بيدك وانت مطمن وعارف ان هي مش هيحصل فيها مشاكل خالص ومريحه جدا في النوم. تمام، لو عايز تقلل شويه في التكلفه وبرضه الصوت منفصله وحاجه كويسه تاخد موديل دريمز. موديل دريمز يا جماعه اللي هو قبل، هو ده شكل موديل دريمز. ده طبعا ارتفاعه بيكون 25 سنتي وطبعا صوت منفصله وفي سفنج سوبر سوفت وقطن. تمام، ده طبعا ما بيبقاش طري زي الميموري فوم، بيبقى ناشف شويه عن الميموري فوم وبيشتغل على الوش واحد برضو، بس هو برضو صوصات منفصله فهو برضو مريح. في ناس ما بيبقاش حابه مرتبه تبقى طريه، يعني في كل واحد له طلب معين. انت عايز حاجه كويسه وطريه بس السعر بالنسبه لك مش فارق كتير، يبقى خليك في موديل فيسكو بيدك في 120 عامل سعره 5800. طبعا لو في عرض او في حاجه بيبقى على السعر ده. تمام، اللي بعد كده على طول موديل دريمز. موديل دريمز ده برضو من الموديلات الكويسه جدا واللي معظم الناس برضو بتاخده في الاطفال، يعني هو ارتفاعه مش عالي 25 سم، ده يعتبر انسب ارتفاع لسراير الاطفال وفي نفس الوقت مريح في النوم وكويس ومش طري قوي. ده سعرها في ال 120 تقريبا 4700 جنيه. الموديل اللي بعد كده برضو اللي هو كويس وصوصه منفصله برضو وجميل جدا وبرضو في معظم العملاء بياخدوه، موديل فيكتوريا. ده شكل التصميم بتاعه يا جماعه، والموديل طبعا كل المراتب بتبقى جايه اسم الموديل مكتوب وعليها السيريال نمبر والمقاس، واسم الموديل فيكتوريا هو السيريال والمقاس بتاع المرتبه. بيبقى برضو جواها شهاده ضمان، وزي ما انتم شايفين تفاصيل القماش اصلا بتاع المرتبه شكله جميل جدا، وطبعا قطن 100% ومعالج ضد البكتيريا وحشرات الفراش، حاجه محترمه قوي وحاجه كويسه جدا. دي سعرها في 120 4400 جنيه موديل فيكتوريا، وده طبعا في 120 برضه اهو. ده كده يا جماعه مقاس المرتبه 120، يعني السرير ده كده سرير 120. الثلاث موديلات اللي قلت حضرتك عليهم دول كويسين جدا بس بيبقى تكلفتهم عاليه، يعني انت النهارده مثلا عشان تاخد مرتبتين فيكتوريا 120 هيعملوا عليك 8800. فطبعا السرير ده لو مناسب لحضرتك تعرف ان انت هتاخد حاجه كويسه قوي ومريحه في النوم. وطبعا فكرة يا جماعة ان المرتبة انجلندر او ينس يحصل فيها مشكلة دي صعبة جدا، يعني ما بتحصلش خالص. فالفرق ما بين الموديلات بتديك راحة اكتر في النوم، مش ان انا اعلي عشان خاطر الاقل هيبوظ، لا، مفيش اي مرتبة في انجلندر او في ينس بيحصل فيها اي مشاكل. كل الفكرة ما بين موديل فيسكو بيدك او دريمز او فيكتوريا او هانيمون او الحاجات دي كلها فرق راحة في النوم، كل ما تعلي كل ما بتديك اوبشن اعلى في النوم وراحة اكتر في النوم. كده الثلاث موديلات دول كده تقدر تاخدهم في ال 120 وهيبقوا كويسين معاك جدا جدا ومريحين جدا. اي موديل فيهم كويس، صوت منفصله كلهم. خش بعد كده على الموديلات الثلاثه التانيين اللي هم ممكن تاخدهم برده في ال 120 بس اسعارها هتكون معاك اقتصاديه شويه. ده كده يا جماعه اول موديل هو صوت متصله، برده الموديل ده مميز جدا، اسمه موديل ليدي انجلندر. موديل ليدي انجلندر ده ارتفاعه 25 سنتي والشين قطن وفي سفنج برده سوبر سوفت. طبعا انت شايفين شكل تفاصيل القماش بتاعته، تمام، برده قماش قطن 100%. ده يا جماعه في
فيه قطن، يعني الموديل ده في انجلندر فيه قطن من الوجهين. طبعا في ناس كتير تقول لي انا عايزه مرتبه صيفي وشتوي. يا جماعه صيفي وشتوي ده بيبقى اقل في التكلفه واقل في الراحه من الوجهين قطن، يعني الافضل اللي هو الموديل اللي بيبقى وشين قطن. وشين قطن بيبقى اغلى من اللي هو الصيفي والشتوي. ليه بقى؟ عشان الصيفي والشتوي ده بيبقى فيه وجه فايبر، فطبعا الفايبر اقل في السعر، والقطن اريح في النوم سواء في الصيف او في الشتاء. فالافضل تخليك في الموديل اللي هو الوشين قطن، بلاش فكره صيفي وشتوي ده خالص. يعني هي معموله هنا في يانسن او في انجلندا في اقل موديل، عاملين موديل واحد اقل حاجه. تمام، موديل ليدي ده كويس جدا ومريح، وفي سفنج سوبر سوفت، وفي وجهين قطن برده كويس جدا، ارتفاع 25 سنتي، وبرده لو انت عايز تاخده للاطفال هيبقى معاك سعره كويس. يعني المرتبتين الاثنين هيعملوا عليك تقريبا حوالي 5800 جنيه، يعني بسعر مرتبه واحده فيسكو. مرتبتين الاثنين معاك هيعملوا بسعر، هيبقى تكلفتهم عليك بسعر مرتبه واحده فيسكو. ده برده كويس جدا. وطبعا الشاسيه بتاعه سمك السوسته 2.4، والسوسه بتاعت الشاسيه كويسه جدا، فطبعا من رابع المستحيلات ان هو يحصل فيه مشكله. طبعا هو مش بيبقى مريح قوي زي الفيسكو بيدك، بس هو جميل برضو على قد السعر بتاعه. المرتبه يعني مرتبتين الاثنين يعملوا عليك 5800 جنيه. لو انت عايز تعلي شويه برضو سوسه متصله، هتاخد موديل اسمه كارس، اللي هو ارتفاعه بيبقى 27 سنتي. طبعا شايفين الارتفاع باين ملحوظ، ده 25 اللي هو الليدي، والكارس 27، ده فرق الارتفاع ما بين الاثنين اهو، ده 27 وده 25. الموديل ده برضو كويس جدا. ده ايه فرقه عن اللي هو الموديل ليدي؟ الفرق ان الكارس ده بيبقى فيه يا جماعه طبقه ريبوند طبي. طبقه الريبوند الطبي ده ايه؟ اللي هو السفنج الطبي المضغوط ضغط 85% اللي هو بتاع السفنج الطبي. بس هنا الموديل ده مميز ليه؟ عشان هو جامع ما بين السوست وما بين الطبي، اللي هو الشاسيه عادي بس السفنج اللي موجود عليه ريبوند طبي. تمام، ده طبعا تكلفته اعلى، ده يمشي معاك في 120 برده كويس جدا ومريح وصحي في نفس الوقت، بس تكلفته اعلى من من ليدي. يعني المرتبتين فيه يعملوا حوالي 6000 او 6100. تمام، برضو هم سعرهم بالنسبه للسوسه المنفصله اسعار اقتصاديه، فانا بقول لحضرتك بقى انت اللي بتحدد على حسب الباكج اللي انت عايز تجيب بيه المراتب. وبرضو يا جماعه محدش يستخسر وهو بيشتري، يعني انت هتدفع فلوس كتير شويه، بس انت بتشتري حاجه للعمر، تشتري حاجه مره واحده، هتجيب حاجه ما تعملكش مشاكل في الفقرات او في الجسم. فانت مع يعني انت النهارده لما تيجي تشتري، لو انت حطيت تكلفه سعر اعلى شويه ده كده افضل حاجه. ليه؟ عشان خاطر انت حضرتك هتشتريها مره واحده، مش هتيجي كل يومين مثلا او كل سنه او سنتين تغير المرتبه. لا، انت لما تشتري حاجه كويسه هتعيش معاك 10 15 سنه، مش هتغير، مش هتفكر تغيرها تاني. غير بقى الفكر اللي الناس تقول لك ايه انا عايز حاجه رخيصه وهتمشي، هتمشي ديت هتقعد معاك سنه وهتعمل لك مشاكل في جسمك وهتعمل لك مشاكل في الظهر، وهترجع تاني تشتري تاني جديد، فهتلاقي نفسك بتدفع اكتر. تمام، ما تشتري مرتبه براند عالي زي انجلندر، تشتريها مره واحده وتعيش معاك بقى، وفي نفس الوقت هتبقى مريحاك في النوم وهتبقى حاجه كويسه جدا. فانا بصراحه ما انصحش اي حد بيسترخص، يعني فك يعني اصرفه شويه عشان خاطر انت مش هنشتري مراتب كل يوم، يعني هي مره واحده بس، نجيب حاجه كويسه تعيش معانا وتريحنا، ما تعملناش مشاكل في الفقرات، تبقى انت نايم مرتاح، وفي نفس الوقت مش هتدفع فلوس على طول، يعني هي مره. هنشتري حاجه كويسه، كل ما تعلي كل ما هتبقى مديك راحه في النوم، وفي نفس الوقت هتعيش معاك اكتر ومش هتعمل لك مشاكل خالص في الفقرات وهتبقى كويسه جدا. تمام، فيا ريت يا جماعه كل اللي بيفكر يشتري حاجه يفهم كويس الاول قبل ما يشتري، وبعد كده يشتري حاجه تكون كويسه تعيش معاك كتير وما يحصلكش اي مشاكل. وبرده خليك حذر جدا جدا في التعاملات في السوق، عشان خاطر بقى في شغل كتير جدا مضروب، ففكر يعني افهم الاول كويس وتاكد كويس جدا انت بتشتري من عند مين، هل ده فعلا وكيل معتمد او لا. وبعد ما تشتري حتى لو بتشتري من وكيل، حاول ترجع لاي حد ثقه او الشركه نفسها، تاكد فعلا المراتب ديت مراتب معتمده او مراتب تبع الشركه، عشان خاطر في غش كتير جدا في السوق في الفترات اللي فاتت، وحتى اكتر في الفتره اللي احنا موجودين فيها، عشان خاطر عجز الخامات في السوق، فمخلي ناس كتير جدا بتدخل شغل مضروب مع الشغل الاصلي. فخلينا يا جماعه، طبعا مش كل واحد عنده يعني بيتقي ربنا، طبعا الغش ده حرام جدا، عشان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. فطبعا مش كل الناس بتفكر في النقطه دي، مش كل الناس حاطه ان هو الغش ده حرام او حلال، هو اهم حاجه عنده ان هو يكسب بس. فاحنا بقى المطلوب مننا ان احنا نكون حذرين،
خلي بالنا وما تخليش حد يضحك علينا عشان خاطر ناخد الحاجة ونشتريها مرة واحدة وننسى بقى وتفضل معانا وتريحنا وتبقى ما تعملناش مشاكل بعد كده. تمام، دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناة عشان نقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم مكاوي، شكرا.